السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لما معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على سمير عماري، وين هذا الإعلامي اللي نزيدوا نعطوا توضيحات واش تكلم، وزيد معاد فانيك هذا الصحافي اللي نقولوا باش يكون على بالكم. هذا الصحافي في قناة الحياة اللي وقف المصطفى معزوزي وقال له باللي زاتشي ما غاديش يكون في الفيفا، قالها له في الأيام الأولى من الناس كانت تطبل. هذا الصحافي ورانا درنا الفيديو تاعه، راني درت حصة عليه، الناس ما تكلموش كاع عليه، راني درت حصة تاعه هنا من الأوائل. يعني كيما نقولوا احنا كيما اليوم حط الملف تاعو وقال ترشح رسميا، هو الغدوة إن شاء الله قالوا ما غاديش يكون، كاين أمور، قالوا كاين أمور اللي ما غاديش يكون في الترشحات، وغادي يرفضوا له وغادي منا. وقال لك احنا ما كناش سامعين بالاستمرار اللي عمرها. وين تكلمها هذا المعاد؟ تكلمها في قناة الحياة، قال لهم الملف اللي يرسلوه قال لهم ناقص كيما هكا، يعني عقل عليها ما قاش استمارة. قال لهم الملف الترشحات اللي يرسله للفيفا ناقص، قال لهم حسب المعلومة اللي عندي الملف ناقص نشهد عليه. قال هو الأول، هو الاول قالها صح. حافظ الراجي اللي قال لهم، حافظ الراجي هدرها قال لهم يا ودي كلش راه ندير العرس نديرو، والناس رفدت الفراشيط والمغارف وغسلوا الماعين وصايك هي ما بقى والو. بصح هذا نهار اللي رسلوا الملف قال الملف ناقص. يعني اليوم جاء البارح جاء القناه الهداف وتكلم يعني بموضوعيه واعطى الناس يقنعك بالهضره تاعها. احنا نسمعوا واش تكلم هو وسمير العماري، يعني وين تكلموا يتكلم هذا هو الاعلامي اللي يعطي التوضيحات الناس اللي كانوا ما يخلوهمش يبانوا في التلفزيون. هذا انتم شفتوه، انا جامي شفته، اول مره مشتهشته في القناه الحياه، اول مره ما كنت نشوفه في النهار، ما كناش نشوفوه. سمعتوا معنا؟ كان عنده صراع، هو سيد رؤوف برناوي كان عنده صراع مع بعض الاتحادات. هنا راه يحكي على برناوي، نهار اللي جا برناوي كلش. شوف كيفاش يهضر الصوت الفترة ديالو، قال لهم من غادي من بعد نصيبوا ذاك دوبارمان يعاير فيه، يعيطوا له يقولوا له عاير دوبارمان، غادي من بعد نصيبوا يعاير فيه. شاتو قال لهم من الغريب لما نسمع ان وزاره الشباب والرياضه عندها مشكل مع الاتحادات. احنا قال هكذا صريح للتاريخ اللي راهم هما يجستيفيو اليوم برناوي، قال نحن لا نلعب في نفس المستوى، احنا سلطه عموميه. واليوم راح برناوي هي سلطه عموميه، جا خالدي لو راح خالدي سلطه عموميه. باش نقول لك رضوان الممثله في القوانين، انا شفت رمانيمون تاع في التعديل الوزاري الاخير، شفت باساسيون كونسيم تاع وزاره الصناعه، هذا الوزير جديد واش قال؟ قال جينا باش نسهروا على حمايه وتطبيق القوانين. وزاره الشباب والرياضه نفس الشيء، نسهروا على حمايه وتطبيق القوانين. اليوم وزاره الشباب والرياضه لما نسمعوا محيط الاتحاديه يقولوا لازمنا ضمانات، انت كيف اليوم انت تقول باللي وزاره الشباب والرياضه ماشي من حقها تتدخل، وهذا يتعارض مع لا فيفا. ومن بعد يقول لك اعطيني ضمانات، ما كانش لانجيرونس، من بعد يقول لك اعطيني ضمانات دخل قوانين تاع لا فيفا واضحين. يقول لك باللي نورمالمون هما يهضروا، يقول لك الوزاره ما عندها حتى دخل فينا، ومن بعد يقول لك لازم تعطونا ضمانات. انت تقول باللي الوزاره ما عندها حتى دخل، الوزاره تطبق القانون. كيما نهار زاتشي راسل وزير الاول تلمو جهل في القوانين، راسل الوزير الاول قال له من اجل تحميني من رؤساء النوادي اليوم ينتقدوني. انت اكيد الدوله تتدخل، ما تجيش تدخل في كره القدم. قوانين تاع لا فيفا واضحين، وزين نقول لك من وقتاش واضحين، وعاد تعرفهم لا كونفونسيون ستوندار اللي كانت رضوان دارتها على فيفا اون 2005، حينتها اون 2019 في وقت انفانتينو بارتيكل 4. واش يقول لك؟ يقول لك لازم تحترم وتتكيف مع القوانين تاع بلادك. انت اليوم شغل تتحامل على السلطه، تتحدى السلطه، تقول انا لازمني ضمانات حتى نعقد الجمعيه، هذا امر خطير لما انت ما تعلنش مكتب فيدرالي موعد الجمعيه. لكن لماذا نقولوا تتحدى السلطه وهو ربما يقول لك الفيفا قد تعاقب المنتخب الوطني؟
وش من عقوبة؟ يا رضوان يا رضوان، الفيفا ما تعاقبش المنتخب، كيف الفيفا تعاقب المنتخب الوطني لما ندخلوا في لانجيرونس هذا المنتخبي لحد الآن؟ هل الاتحادية طلبت معك جمعية عامة عادية وقالوا لها ما تعاقبش جمعية عامة عادية بعد المكتب الفيدرالي؟ هل حد تاريخ هل زدش يطلب أنه يعقد جمعية عامة استثنائية؟ حتى لو باش يعدل القوانين ما يقدرش، هل ما يقدرش يطلب؟ لا لا، لازم موافقة السلطة العمومية. هل استدعى يا رضوان؟ ما استدعاش، لكن هل بادر هو بهذا الشيء وقال انا حاب نعقد جمعية عامة عادية؟ لازمنا نعرفوا ثاني علاش ماهمش حابين يعقدوا جمعية عامة عادية. واضح. نعاود نرجع لك سمير عماري، ما رأيك في هذا الانسداد الذي يقع؟ وهل تعتبره انت انسداد ام انه كل طرف يحضر لشيء ما؟ انا متأكد انه كاين فيه شيء ربما يحضر في الكواليس من طرف او من طرف. شو هذا الحصه يسموها بالمكشوف؟ والله العظيم ونقسم لكم بالله العلي العظيم، يا قناه يا بوحنيكه بالشيخ، يا سورتو بوحنيكه وجماع، على بالهم كاشتا كاين، على بالهم شكون واقف مع زاتشي، على بالهم شكون واقف مع اودي. شوف واحد صوالح عارفينه بصح ماشي باغيين يحضروا، ما نعرف عليه اخي، لانه مستحيل انه وزاره الشباب والرياضه تعطي للاتحادات من اول جانفي الى 15 افريل، اعطات كل الاتحادات وقتاش تقعد وقتاش تبقى يعني في او وقتاش دير الانتخابات تاع الجمعيه العامه الانتخابيه لكل اتحاديه. الاتحاديه الجزائريه لكره القدم مثلها مثل العديد من الاتحادات عندها من 15 مارس الى 15 افريل، سي صح الى اللي غلط وقف 20 مارس 20 مارس 20 مارس الى 15 افريل. اليوم رانا 4 مارس غدوه 5. اظن ان الابقاء على الوزير سيدي علي خالدي احدث نوع من الصدمه في المعسكر تاع المكتب الفيدرالي الحالي، واكاد ان اقول انه اخلط الاوراق. انا اظن ان المعسكر تاع المكتب الفيدرالي كان واثق باللي السيدي علي خالدي سيذهب، وحنا قلنا في هذا المجال ان المشكل تاع الفيدرال ليس مع سيدي خالدي ولكن مع الدوله، مع الدوله. دونك اخلط الاوراق ودوك مازالهم في هذيك لابوزيسيون. انا جو بونس ما على بالهمش ميم با سكيل دوا فير، هم يسناو اشاره او تليفون من الوزاره. ولكن حنا هذه كل واحد كما قلت انت حاكم في لابوزيسيون تاعو، ومعركه وقت مع الوقت، كل سي اون غير دو جوري. شكون يرضخ الاخر الاول؟ الوزير في زياره تاع وهران اعطى بصفه غير مباشره الرد، قال باللي الامور واضحه، يعني الامور مش راح تتبدل. الامور واضحه، ولو تسمح لي قوانين او الفيسبوك الرسمي، لو تعطيني الصوره الفيسبوك الرسمي داروا لزملائنا من الخبر حتى نعطي كل واحد حقه في قضيه. ما بنسى سيدي ميساج كودي، الامور واضحه. ولو انا اظن انا ما نظنش باللي في السياسه العامه الاشارات تصلح، لازم الوزاره تكون عندها موقف واضح وصارم، والثاني الفيدرالي لازم تكون عندها. ما نقدرش نتخباو ونبعثوا الاشارات والوضع كما قلت في الحقيقه في انفساد. ولكن حنا نولوا للقانون. انا نعطيك حاجه، 20 مارس 2021 المكتب الفيدرالي سيصبح غير شرعي. En politique, les choses, les délais sont qualifiés. Elles ont une importance. À partir du 20 mars, nous aurons fédéral غير شرعي. C'est-à-dire غير شرعي. غير شرعي. العهدة بالوقت. ماشي بداو هما لو 20 مارس 2017. منا سا فو دير منا على 15 يوم المكتب الفيدرالي سيصبح شرعي. أكثر من ذلك، المكتب الفيدرالي ما عطاناش الحصيلات تاعو والو. سيتادير عندك مكتب الشرع لو 20 مارس بيرو فيدرال ايجي ليجيتيم كي نا با يو لو كوتوس دو لاسومبلي جينيرال. انا اليوم نتساءل، كي نقول لك الصمت، ما هو دور الوزاره في هذا؟ مازال 15 يوم، انت كي تكونفوكي لاسومبلي جينيرال ديجا لازم تمد لهم 15 يوم لي بيلو. ستادير كومبا ديباسي لي ليميت، رانا ديجا الناس تقول باللي الوقت وجا. لا نقول سي ديجا ترو طا، سي ديجا ترو طا. كيما حسب والله لا ترو طا والله لا صعيبه. على هذيك نقولوا باللي باش يكون على بالكم، نعطيكم على بالكم باللي راهم كلاو 200 مليار 200 مليار
في وقت كورونا يعني 200 مليار باش يكون على بالكم ماشي 200 مليار قوفنا وبرك هذا ما كان 200 مليار كلاوها في وقت كلاوها 200 مليار سيلة نهار لعبنا كونت نيجيريا والمكسيك وزيمبابوي 200 مليار قال لك على بالك حسب واحد نعرفه مليح قال لك مي تبغي تاكل دراهم تبغي تاكل دراهم في تروا ماتش بي تاكل الدراهم بي دق الدراهم زعما بي تخسر انت فاسد تاع الدراهم بي تخسر دراهم قال لك في تروا ماتش قال لك تروا ماتش برك 200 مليار وما قال لك غوفلا ولي فاكتير قال لك 200 مليار يعني يدوا على الجهتين يدوا دراهم مع الكراسي يخلي لهم في الدوره مليار ومن يدوا يدوا على الجهتين هما 200 مليار في قال لك مي تبغي تاكل دراهم زعمك رئيس اتحاديه فاسد بياكل دراهم بيخسر دراهم قال لك في تروا ماتش عندك قال لك زعمك بيتاكل عندك 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 15 20 مليار قال لك زعمك بيتاكلها ماشي 200 مليار وفي كورونا عام 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 يا عامه ما لعبناش عام ما لعبناش ما فهمناش والله ما فهمنا قاع